السلام عليكم ورحمة الله، معكم سيد من قناة أبدع واستمتع كرييت فان. النهاردة بنتكلم عن إحدى أدوات جوجل، وزي ما أنتم عارفين إن شركة جوجل العملاقة بتقدم لنا مجموعة من البرامج والأدوات الرائعة المفيدة جدا لنا. النهاردة بنتكلم عن جوجل دوكس، وجوجل دوكس دوت اللي هو مستندات جوجل. دوت بيمكنك إن أنت تخلي عندك اوفيس حتى لو انت مش منزل مايكروسوفت اوفيس، عن طريق ان انت بتخش على الجيميل بتاعك. زي ما انت شايف في الصفحة الرئيسية لجوجل هتلاقي في المربعات ديت ادوات جوجل، زي ما انت شايفين هتلاقي فيها ادوات كتيرة جدا، وفي ناس طبعا تعرف جزء كبير زي الاكاونت، اليوتيوب، الدرايف اللي هو جوجل درايف، ودي عندنا السيرش والمابس والجوجل بلاي اللي هو البلاي ستور المتجر والكالندر، وحاجات كتيرة جدا من برامج والادوات اللي بتقدمها لنا شركه جوجل العملاقه. طبعا النهارده هنتكلم بس عن اداه مفيده جدا اللي هي جوجل دوكس، اهي قدامنا اللي هي المستندات، يعني ان انا اقدر استخدم الوين وورد او مايكروسوفت اوفيس عن طريقها. بس طبعا حتى لو انا ما عنديش اوفيس بفتح دي ودي بتغنيني، اقدر اسحبها واحطها فوق كدهوت، تمام، عشان تبقى شايفها لو انت بتستخدمها كتير، تمام. تخش على جوجل دوكس ونشوف مع بعض الامكانيات الرائعه جدا اللي بيقدمها لنا جوجل دوكس للناس، خصوصا الناس اللي ما عندهاش اوفيس. تقدر تستخدم ديت من اي مكان في العالم، مجرد ان هي بتخش على الجيميل، اكونت الجيميل بتاعها. هنخش اهوت ونشوف. وطبعا قبل ما نخش يا ريت ما تبخلوش علينا بلايك وسبسكرايب للقناه، وتدعمونا دايما عشان نقدم لكم افضل الفيديوهات وافضل الشروحات من قناه ابدع واستمتع. اهو زي ما فتح هتلاحظ ان الواجهه زي المايكروسوفت وين وورد، تمام. هنخش اهوت، عندنا البلانك شيت، وعندنا السي في، وعندنا الليتر، يعني التمبليتس، نماذج. هنخش على نجرب النموذج دوت. زي ما انتم شايفين اهو، تلاحظ ان الواجهه قريبه جدا من مايكروسوفت وورد، تمام. زي ما انتم شايفين فوق على اليسار هنلاقي الادوات اللي انا اقدر اغير بيها النص. زي ما انتم شايفين الادوات تقريبا كامله هي هي، اغير التكست وحجم التكست، واقدر اعمل طباعه، تمام اهو. وادي نيو فولدر، نيو فايل، واوبن، ويعني كل الامكانيات اللي بنشوفها في مايكروسوفت، بالاضافه الى امكانيات جميله جدا هنشوفها مع بعض النهارده. وادي الاسم اهو، اقدر اغير الاسم بسهوله جدا، هنخلي ده مثلا تيست، تمام اهو. العلامة اللي جنب ستار يعني اقدر احطها فيفوريت الملف دوت، واقدر اغير مكانه، اغير مكانه فين؟ في الدرايف، لان هو بيتخزن بشكل تلقائي على الجوجل درايف اهو، بيقول يتم تخزينها على الجوجل درايف، وطبعا بتتخزن بشكل تلقائي، يعني لو الجهاز قفل منك في اي وقت ما تقلقش. طيب هنا هو نقدر كمان نغير مكانها في الجوجل درايف، اقدر احط فولدر جديد اهو، مجلد جديد، وادي له اسم واحط جواه الملف اللي انا لسه فاتحه دلوقتي اهو، عملت فولدر جديد وسميته تيست 1، واحط جواه الملف اللي انا فاتحه اللي هو تيست، تمام. يعني كان في جهاز كامل عندي اللي هو الجوجل درايف، بحط فيه الملفات بتاعتي اللي انا بعملها عن طريق الدوكس. زي ما انتم شايفين ده شريط المهام اللي عندنا، فيها كل المهام اللي انتم متعودين عليها، الفايل والإديت والفيو والإنسرت. ونجرب كده هوت ونشوف بعض من الأدوات، زي على سبيل المثال السبيلنج اند جرامر تشيكر، إن أنا أقدر أعمل سبيلنج تشيك. نجرب كده ونكتب أي كلمة بالغلط ونشوف هيعمل تشيك عليها ولا لأ. أهو زي ما انت شايف عمل خط أحمر، معناه ان السبيلنج تشيكر هنا هو شغال، وادانا هو المقترح للتعديل، تمام. وعندنا بقى امكانيات تانية زي ما انت شايف اهو، مثلا التكست اقدر اغير حجم الفونت، اخليه مثلا تايتل او هيدنج، لو انا عايز اغير اخليه هيدرز مثلا، هيدر 3 اهو، تمام. اقدر اغير شكله، تمام، واقدر اغير حجم الملف ككل زي ما انتم شايفين 100% او اخليه فيت. اقدر كمان اغير الفونت، نوع الفونت، عندنا انواع كتيرة جدا من الخطوط اقدر اغير فيها اللي انا عايزه، اختار الفونت اهو زي ما انتم شايف بيتغير على طول. واقدر كمان ميزة جميلة ان انا كمان اقدر اضيف كمان خطوط،
اهو لو دوسنا مثلا على more fonts اقدر اضيف خطوط جديدة، دي قائمة كاملة من الخطوط اقدر اضيفها. على سبيل المثال مثلا نضيف خطوط اهي واوكي، خلاص بتضاف لقائمة الخطوط اللي عندي. طبعا هنا هو نفس الشيء، اقدر اغير حجم الفونت، التكبير والتصغير بسهولة جدا. هنا هو بقى الامكانيات التانية اللي هي معروفة، البولد والايتاليكس، وان انا احط خط. هنا هو تغيير اللون بتاع التكست، هنا هو اقدر اعمل هايلايت على التكست، هنا اقدر اعمل لينك، يعني اعلم مثلا على كلام معين واربطه بلينك، رابط، بحيث ان انا لو دوست على الكلام ده يفتح لي رابط. هنا على سبيل المثال مثلا نكتب جوجل دوت كوم، على طول هنا اللي يخبط بريس كليك على الكلام هنا هو يطلع له على طول اللي انا حطيته في الرابط. دي من ضمن الامكانيات. هنا برضو نقدر نضيف اد كومنت، ودي بقى من الاجزاء الجميله جدا، لو انا مشارك الملف مع حد اقدر احط كومنت للشخص ده عشان يبقى يشوفها، او اقدر ارجع اعمل الكومنت اللي انا عامله، فاقدر اضيف هنا ادي اد كومنت، تمام، بحيث ان انا لما ارجع للملف اعرفه، او اي حد تاني هيراجع الملف يقدر يشوف الكومنت اللي انا كاتبه. على سبيل المثال مثلا هنا نكتب بليز تشيك ذس، اهو زي ما انتم شايفين، وظهر الشخص اللي كتب الكومنت كمان مكتوب اسمه، بحيث ان انت لما ترجع الملف تعرف مين عمل الكومنت دوت وكتب فيه ايه. هنا هو اقدر اضيف كمان صور، واقدر اضيف من الكمبيوتر، اقدر اضيف الصوره من الدرايف، جوجل درايف، من الفوتوز بتاعتي، اقدر احط URL للصوره، او اقدر احطها حتى من الكاميرا بشكل مباشر. طبعا هنا المحاذاه يسار، محاذاه في الوسط، محاذاه في اليمين، او هنا الادجستمنت ان انا اخلي الخط كله بشكل متساوي زي ما انت شايف. وبعدها في التباعد وفي الترقيم، عندنا هنا هو العمل الدوتس لو انا عايز اعمل اشكال ترقيمي عن طريق الاشكال، تمام. وهنا هو المحاذاة، تمام، يمين ويسار، ان هو ازاحة ناحية اليمين ناحية اليسار. هنا هو ازالة اي اديت انا عملته، بيرجعه للبلانك تكست اهوت، ان التكست بدون اي اضافات اهو بنعلم عليه مثلا، وندوس العلامة بيشيل اي اضافات موجودة على التكست اللي انا عامله. اهو زي ما انتم شايفين رجعت تكست كامل كأني ما عملش عليه اي اضافات. بعدين عندنا بقى امكانية من الامكانيات الجميلة جدا، دي اللي بتميز يمكن جوجل دوكس، هو ان انا كمان اقدر اعمل شير. هنا هو اقدر اعمل شير لاي شخص موجود عندي في الجيميل، الكونتاكتس بتاعتي كاملة بتقدر تتفتح واختار منها الشخص اللي انا عايزه، وبعت له لينك للجوجل دوكس اللي انا عملته دلوقتي، ومجرد ما عملت سند بتروح له نسخة من الملف يقدر يعدل عليها، واقدر انا اشوف اي تعديلاته بعدين. بنكتب هنا مثلا اي اسم شخص، اهو نخش تاني على شير، نكتب هنا هو الشخص اللي انا عايز ابعت له الملف عشان يراجعه او يعمل عليه كومنت، نختار مثلا محمد سيد اهو، ادي الايميل بتاعه، واكتب له رسالة انا طالب منه ايه بالظبط، اهو بليز ريفايز وسند، بتروح له على طول رسالة في الايميل بتاعه بتقول له راجع الملف. نروح نشوف في الايميل كده اهوت ونشوف هيقول ايه. هذا اهوت الايميل بتاع محمد سيد، فتحه لقى فيه دعوة من سيد علي مكتوبة هي بتقول له تيست، تمام، اللي هو الملف اسمه تيست وانفيتيشن تو اديت، بيخش عليها بيلاقي جوجل دوكس اللي انا بعته، اوبن ان دوكس يعني افتح في الدوكس، وادي الرسالة بتقول له بليز ريفايز، بيخش على الملف اللي انا عامله حالا بيلاقي نفس الحاجات اللي انا كنت كاتبها، يقدر يعمل اي تعديل عليها، يكتب اي حاجه، وطبعا بيظهر اسمه ان هو اللي قام بالتعديل. وبعدين بيكتب مثلا على سبيل المثال هيقول له مثلا ان انا خلصت المراجعه، I have already revised this، اهو وخلاص يقفل. مجرد ما قفل خلاص كل حاجة زي ما قلنا بتعمل سيف اوتوماتيك، اهو اقدر يقدر هو كمان يعمل اي تعديلات عايز يعملها، وبعدين بيقفل الملف، كل التعديلات بتتم اوتوماتيكي بعدها
والملف على طول بيتعمل له ابديت. بنشوف بعد كده بقية الامكانيات. هنا هوت في الشير برضو اقدر كمان اعمل كوبي لينك، يعني انا اخد اللينك من الملف اللي انا عامله دوت واقدر ابعتها لاي حد تاني يقدر يخش يطلع على الملف او ياخد نسخة منه. ادي كوبي لينك، واقدر بعدين ابعتها على اي ايميل تاني، ابعت اللينك على الفيسبوك او على اللينكد ان او انستجرام، اي حاجة اقدر اخد كوبي من اللينك دي واقدر ابعت على اي مكان انا عاوزه. تمام. بعدين عندنا هنا هوت امكانية كمان الجوجل كيب، ان انا اقدر احط ملاحظات هنا هوت وارجع لها بعدين، اهو اد نوت، حط نوت هنا هوت على اساس حاجة تذكرني مثلا انا كان المفروض اعمل ايه. this file for revision اهوت مثلا، اهو خلاص اضاف لي نوت على الملف اللي انا فاتحه عشان ابقى ارجع له بعدين او اراجعه. طبعا هنا هوت جوجل كيب ده محتاج حلقة تانية عشان ان شاء الله نشرحه مع بعض. اهو هنا هوت في برضو التاسكس، اقدر اخش اشوف التاسك اللي انا مطلوبه، اقدر اضيف تاسك كمان يعني في مهمه محتاج اعملها على الملف دوت، فبكتب مثلا this is draft for revision. تمام اهو and sending to مثلا علي، عشان انا هوت انا بكتب التاسك ان انا هراجع وبعدين ابعتها لعلي. دي كمان امكانيه ان انا احط تاسك على الجوجل دوكس. طبعا هنا هو شفنا خلاص الشير. في بقى امكانيات تانية جميلة جدا، هو ان اكثر من شخص كمان يقدر يخش ويعمل تعديل. هنا هو لما بعمل شير بقدر احدد الشخص يقدر يعمل ايه، هل هو فيو بس يعني يستعرض فقط الملف، ولا يعمل كومنت بس، ولا يعمل اديت يبقى اديتور يعني يقدر يخش ويغير اللي هو عايزه. فهنا هو لما بعمل شير اقدر اختار كمان امكانية الشخص. هنا انا كنت عامل اديت لمحمد سيد يعني يقدر يخش يغير اللي هو عايزه اديتور. في اشخاص تانيين اقدر اخليهم فيو فقط، ودي طبعا من ضمن الامكانيات المهمة جدا اللي بيقدمها لنا جوجل دوكس، بحيث ان لو في مثلا 5 اشخاص كلهم بيشتغلوا على نفس الملف كل واحد فيهم يقدر يخش يعدل في نفس اللحظة في شخص اخر تاني فاتح الملف وما يحصلش اي مشاكل. واقدر طبعا ازيل اي شخص انا عايزه من القايمه في اي وقت. دي كانت امكانيه الشير. اهو زي ما انتم شايفين اكتر من شخص بيعمل تعديل على نفس الملف في نفس اللحظه، ودي طبعا امكانيه جميله جدا من الامكانيات اللي بيوفرها لنا جوجل دوكس. طبعا دي كانت رؤيه سريعه للامكانيات اللي نقدر نستخدم بيها برنامج جوجل دوكس. أرجو أن تكونوا استفدتم بشرح النهاردة، وما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله.